اليوم نحتفي بقامة إعلامية كبيرة، وهو الأستاذ غازي فيصل مدير قناة الموصلية. وهذا الاحتفاء يعني يشمل قناة الموصلية بكافة كوادرها من مصورين إلى إعلاميين، ونبدأ احتفالنا بعرض من قبل الأستاذ هاني الطائي مشكورا عن السيرة الذاتية للأستاذ غازي فيصل. المبدع عضي طارق أن الجبال تؤاخي بعضها، فإني أرى أمامي الكثير من الجبال والقامات التي تؤكد حكمة أجدادنا القدامى عندما قالوا المرء كثير بأخيه، وأضفت أنا تجاوزا وكبير بأخيه، فنحن كثرة وكبار ببعضنا. الاحتفالية هذه التي تنظمها تنسيقية الأيام الثقافية الموصلية بالتعاون مع مركز العلامة الحاضر دوماً في الذاكرة والضمير الخلاق الأستاذ يوسف ذنون، أقول أن هذه الاحتفالية يعني نقوم بتنظيمها بين فترة وأخرى لنمنح درع الريادة والتميز والإبداع. ولمن؟ لمن هم جبال بكل معنى الكلمة. من قبل قلت وأكرر الآن أننا أشحاء وبخلاء بمنح هذا الدرع، فهو درع استثنائي لأنه يحمل رأي وموقف كبار المبدعين والمثقفين، ويصدر عن تنسيقية الأيام الثقافية التي ليست جهة رسمية ولا تنتمي إلى أي جهة على الإطلاق، وتمول نفسها بنفسها. هي أنتم بالضبط، أنتم كل واحد منكم نعده عضوا ومستشارا في التنسيقية. احنا اخترنا بالإجماع أستاذنا وأستاذ الأجيال العلامة الأستاذ دكتور هاشم ملاح لكي يكون الرئيس والمستشار الأول فيها، ولم يعني نقنن هرميا التسلسل فيها لأنها هي خارج هذه السياقات ولا تصدر إلا عن رأي وموقف. يعني عندما منحنا الدرع إلى الفنان الكبير محسن العلي، ومنحنا إلى الشاعر الرائد العظيم شاذ الطاقة، والشاعر العظيم الرائد محمود المحروق، والعظيم يوسف الصايغ، والعظيم يوسف ذنون، والأستاذ الدكتور هاشم ملاح طبعا، والشاعر الكبير المبدع بشرى البستاني، والأستاذ العلامة عبد الوهاب العدواني في حق اللغة والشعر، هؤلاء الذين منحنا لهم هذا الدرع. غازي فيصل 50 سنة من المحبة والطيبة تربطني به، رجل عفوي تلقائي مجنون وعاشق لفنه وبصائب بلوى. أنا حقيقة هذا التكريم يعني يعرف أستاذي الكبير دكتور الملاح أستاذنا جميعا أنه نحن كنا مقررين قبل سنة نريد نكرمه، ولكن ألمت به أكثر من أزمة قلبية، وعندما تواصلنا مع صديقنا عمر يعني قال والله يعني شيء جميل أن تفكرون بهذه الطريقة بوالدي، ولكن هذا لا يستطيع أن يأتي. قلت له سيأتون فرسان وأعلام الموصلية وينوبون عنه في الحضور واستلام الدرع، وعندما يسلم سيقفون جميعا
والتقط الصورة مع الدكتور ملاح والأستاذ أسامة ومعنا جميعا ونحتفي به من نجمان ياسين إلى غازي فيصل. يا شريكي في المحبة والأمراض العظمى، أعرف أن قطرة طيبة من قلبك النابض بالإشراق تكفي لتطرد كل ظلام الدنيا، وأدرك أن ما لديك من عذوبة تكفي لتزيل كل ملوحة بحار الأرض. يا صديقي، كنت ذاك المقاتل الممسك بقرون الزمن، وتظل ذاك المرهف الذي يمد اللسان في وجه النوائب والمصائب، يلقي القبض على عنق الألم ويبتكر أبجدية روح الفنان التي لا تستكين ولا تقهر. قدرك أن تعانق جرحك وأن تغني والسكين على الرقبة وأن تبحر في أزرق اللون وتحتضن الأبيض والأبيض والأبيض، فالأبيض توأم نفسك والأبيض رفيقك في هذا السفر الدامي، هذا السفر الذي يجعلك تحلق عاليا خارج السرب وأن تسري صوب سماوات لا تدرك ولا تنال، ذلك أنها سماء غازي فيصل. اليوم لا أراني أستطيع وفي هذه العجالة أن أتحدث بما يليق بالأستاذ غازي فيصل، لكن بودي أن أقول إنني أشكر الأساتذة الأجلاء، الأستاذ العلامة المؤرخ الأستاذ الدكتور هاشم الملاح والأستاذ الدكتور القاص نجمان ياسين، الذين انصرفوا لجمع اللؤلؤ ونثره على ضفاف الينابيع، وكذا الحال بالنسبة للأستاذ أسامة يوسف ذنون الابن البار والامتداد الأصيل للأستاذ الكبير المرحوم يوسف ذنون تغمده الله برحمته الواسعة. يطيب لي ومن خلال هذا اللقاء المباشر مع أسياد الفن والثقافة والإضافة أن أقول إن غازي فيصل كان له من اسمه نصيب، كان غازياً ومداهماً حقيقياً للمشهد الثقافي والإعلامي وبالشكل الذي يجعله متدفقاً على الدوام من خلال سيرته ومسيرته، وفي ذات الوقت كان فيصلاً صارماً في الوقوف بالضد من كل المناكفات والتخرصات التي خططت للإساءة إلى منجز غازي فيصل. غازي فيصل كان يجمع ما بين الطفولة، حقيقة في داخله كنت ألمس هناك طفل يحبو ولا يرغب حتى أن يكبر. في داخل غازي فيصل في ذات الوقت إنسان يقينا كان عنيدا وعنيدا جدا في المواضيع التي تتطلب العناد، العناد الذي يحتوي على المحتوى المنتج. كثيراً ما كان يقف بالضد من الحكومة قبل أحداث 2003، يعني ما قبل الاحتلال، عندما كانت المسألة تتعلق في أن يكون المرشح على رئاسة نقابة الفنانين بمواصفات معينة، أن يكون يعني ملتزماً سياسياً باتجاه معين، كان يحرص على أن يدخل الانتخابات مستقلاً، وفي الدورتين الأخيرتين الحقيقة كان يفوز على أصدقاء أيضا محبين وكرماء وفي ذات الوقت من أصحاب اللمسة الواضحة الملامح والقسمات للمشهد الفني والثقافي في ربوع محافظة نينوى، وهم الأستاذ المرحوم موفق الجبوري الموسيقي والأستاذ الشاعر الكبير معاذ الجبوري. فللأمانة التاريخية أنا كنت قريبا منه جدا، يعني في أيام كثيرة حصل أنه أنا كنت يعني على خلاف معه، وهذا الخلاف الحقيقة ما كان ليتطور حتى يصبح اختلاف، كنا يعني نتخالف مع بعضنا في الرأي على طمع الحصول على نتائج أفضل في طريقة التعاطي مع الفنانين والمناسبات الفنية من خلال تواجدنا في مهرجان بابل الدولي أو من خلال تمثيل نقابة الفنانين في الملتقيات والمؤتمرات والإسهامات الفنية الأخرى. لكن للأمانة كانت هذه الحقيقة الإسهامات موجود فيها غازي فيصل بطريقة الحقيقة يحرص على أن يكون نسيج لوحده، يغرد خارج السرب، خارج تشكيلة الهيئة الإدارية، لكن في الأخير يرجع إلى طبيعته الأولى ويحرص على أن يظهر بأفضل ما تكون المشاركات، وخصوصاً أيام ما كنا في مهرجان بابل. أستطيع أن أقول أننا اليوم
يعني بحاجة حقيقية إلى أن يكون لنا صداقات أخرى، لكن حقيقة أنا على المستوى الشخصي صداقتي بغازي فيصل لا تتكرر حقيقة، لأننا اليوم يعني نسكن في وطن ترتع فيه الذئاب وخفافيش الليل. اليوم نحن للأسف الشديد حتى قطع النفس نعاني من فكرة حتى الاختلاط بأصدقاء جدد، يعني طالما نملك من الأصدقاء الأوفياء والنجباء الحقيقيين يعني من هم يعوضون عن أي صداقة جديدة. غازي فيصل الحقيقة كان باذخ الروعة في الكثير من مواصفاته، عمل بدأب ومثابرة في نقابة الفنانين، عمل بدأب ومثابرة أيضا من خلال قناة الموصلية التي كنا حريصين حقيقة أنا والدكتور نجمان ياسين للتواجد معه في واحدة من كبريات الصحف التي كانت تصدر وقت ذاك وتصدر بالحجم البطال، وهذا كان امتياز يحسب للحقيقة الجريدة. ومن خلال دكتور نجمان وبعض الأصدقاء من الأدباء والشعراء كنا نستكتب العديد من الأقلام. قناة الموصلية الحقيقة والتي عدت فيما بعد مائدة العائلة الموصلية والتي أثبتت حقيقة أنه هي يعني عراقية المنبع موصلية الهوى من خلال جهد ومثابرة والتصاق مشيمي بالكثير من الأحداث التي كثيرا ما زلزلت وجود قناة الموصلية الحقيقة في محطات كثيرة. غازي فيصل لا أستطيع حقيقة في عجالة مثل هذه أن أكون قريبا من ضفاف كانت قد جمعتني الحقيقة وإياه في مناسبات كثيرة. غازي فيصل للأمانة التاريخية كنت أقول له دائما ما هي مشكلتك أنت مع الفنانين؟ كان يجاوبني بالنص التالي، يقول أنا مشكلتي طيبتي، فأضطر لأن أرد عليه أنه متى كانت الطيبة مشكلة تستعصي معها الحلول، وأرجع وأردف وأقول إذا كانت الطيبة ليست غباء. غازي فيصل الحقيقة كان في مناسبات كثيرة يحرص على أن يقف بعناد أمام قرارات، يعني وكثيرا ما تعرفت من خلال أخي وصديق عمري غازي فيصل إلى الكثير من المساءلات أحيانا حتى القانونية، لأنه دخلت عليه في يوم من الأيام وقلت له بالمعنى الشعبي المبسط، قلت له أنت شقق وأنا خلفك أخيط، لأنه كان تصدر تبليغات في أن يعتقل فيما لو رشح بالضد من إرادة السلطة ما قبل أحداث 2003، وكان يحرص على أن يتواجد في قلب المشهد الانتخابي ويحرص على أن يفوز بالمناسبة باستقلالية، لأنه رجل محبوب للأمانة التاريخية. زين، فيعني غازي فيصل كان ولا زال وسيبقى رجل يحرص على أن يكون فاعلا ومتفاعلا ومسكون بمحبة مدينة الموصل مثلما نحن أيضا مسكونون بها. مشكور جدا الدكتور نجمان ياسين الذي عودنا على أن يكون رأس حربة ورأس نفيضة في مناسبات من هذا النوع، وكذا الحال بالنسبة للدكتور هاشم الملاح أستاذنا والأستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة والأستاذ عباس الطائي والأساتذة الأجلاء الآخرين. الأستاذ غازي فيصل هو واحدا من المتميزين من أفراد هذه النخبة، فهو منها وإليها، وهذه النخبة بمجموعها تشكل طليعة متقدمة في خدمة هذا المجتمع. لقد تحدث من سبقني من الإخوة الأعزاء عن الأخ فاضل المخرج الفنان القيادي في الحقل الثقافي والإعلامي الأستاذ غازي فيصل، وقالوا ما قالوا ولن أستطيع أن أزيد، لكنني بحثت في ذاكرتي عن شيء قد يكون فيه إضافة إلى ما طرحه الإخوة الأعزاء. سألت نفسي، أنا رجل لست شاعرا ولا كاتب قصة ولا مسرحي ولا روائي، فما الذي عندي أن أقوله في هذه المناسبة احتفاءً بالأخ الكبير والأخ العزيز غازي فيصل؟ تذكرت أني أستاذ قانون، وتذكرت أني في الستينات حينما كان أستاذ القانون الدستوري يتحدث عن الدولة يقول الدولة التقليدية فيها ثلاث سلطات، سلطة شرعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية، لكن العصر الحديث أفرز لنا سلطة
أخرى فرضت نفسها فوق السلطات جميعاً، وهي سلطة الإعلام والصحافة، ولهذا قيل أن هذه هي السلطة الرابعة، وأصحاب هذه السلطة يستحقون لقب أصحاب الجلالة. فأنتم أيها الإعلاميون جميعاً وفي مقدمتكم أستاذ غازي فيصل تستحقون التحية وتستحقون التعامل معكم بأصحابكم أصحاب الجلالة، وليس الملوك المتوجون والذين أخذوا مواقعهم عن طريق الوراثة أو عن طريق القوة والاغتصاب. أنتم القادة الحقيقيون لهذا المجتمع. هذا الدرس الأول الذي ربما تفرزه ثقافة القانونية. هناك درس ثاني تفرزه ثقافة التاريخية. درسنا في فلسفة التاريخ عن تعريف البطل. من هو البطل؟ هل هو القائد العسكري الذي يخوض غبار المعارك والحروب ويقتل الآلاف والملايين من البشر من أجل تحقيق أطماع سياسية أو اقتصادية أو قومية أو ما إلى ذلك؟ أم البطل ذلك العقل المبدع الذي اخترع الكهرباء واكتشف الجاذبية واكتشف كل العلوم اللي جعلت حياة الإنسان يسيرة بسيطة طيبة تسير إلى أمام دائما؟ وهنا يحضرني فلسفة أحد أعلام فلسفة التاريخ وهو يعرف البطل كارليل. كارليل يقول البطل قد يكون فنانا وقد يكون شاعرا وقد يكون كاتب قصة وقد يكون مسرحيا وقد يكون نبيا. هؤلاء هم الأبطال الحقيقيين الذين تفرزهم وتقدمهم أعمالهم وإبداعاتهم. والأستاذ غازي فيصل من هذه الفئة أيضا، فهو صاحب جلالة وهو بطل حقق وجوده من خلال عمله ودأبه وكفاحه منذ كان طفلا يحبو في أزقة مدينة الموصل القديمة ليتقدم علميا وثقافيا ويدخل كلية الفنون الجميلة ويخرج ويتخرج مخرجا مسرحيا ثم تلفزيونيا ثم مساهما في كل النشاطات التي تحدثتم عنها. هذا هو أخونا وصديقنا الذي نحتفي به اليوم الأستاذ غازي فيصل. غازي فيصل مسجل حضور من السبعينات، يعني قديم جدا. نتذكر معه تلك السنين، نتذكر معه النشاط المدرسي، نتذكر معه النشاطات، ولكن ما يعوزها الجلسة هو وجوده الحقيقي بيننا. احنا باعتبار الفضائية الموصلية عزيزة وغالية على قلوبنا، يكفي لهذا تحمل اسم الموصلية، هذا بحد ذاته يكفي انها تحمل اسم الموصلية. فما نقدمه لهذه القناة التي وقفت في زمن التحرير، كنا يعني ننظر إليها إلى المصورين وهم يدورون وهم يتعرضون. تاريخ حافل بالعطاهية الفضائية الموصلية لها تاريخ في نقل الأحداث كما هي، وغازي فيصل مسجل له حضور منذ أقدم العصور، ولكن أكرر كنت أتمنى وجوده بيننا.